السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غيداء العدوان وموضوعنا اليوم هو التنمر الإلكتروني. يندرج التشهير ضمن اختصاص قانون العقوبات، مما يجعل نشر معلومات تعرض شخصاً أو كياناً آخر للازدراء أو الإهانة العلنية جريمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توجيه اتهامات كاذبة تشوه سمعة شخص آخر أو تهينه هو شكل من أشكال التشهير. إن نشر بيانات تشهيرية على منصات التواصل الاجتماعي قد يعني انتهاك بعض القوانين المترابطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012، قانون الجرائم الإلكترونية. والعقوبات المحتملة تتضمن غرامة تتراوح بين 250 ألف درهم ومليون درهم بالإضافة إلى السجن.